أفضل كتاب للتفسير للمبتدئ؟ هذا أصعب سؤال. لماذا؟ لأن التفضيل نسبي، هذا غير هذا غير هذا غير هذا، حتى وإن كانوا مبتدئين فهم يتفاوتون، فلا يمكن إطلاق القول بأن أفضل تفسير كذا وكذا وكذا وكذا. لكن ينبغي أن تعلم أن التفسير المتتابع المستتم المستكمل المعنى كابن سعدي أفضل من التفاسير التي تجعل فيها تفسير آية وآية وآية وآية، لأنها تجعل هناك نصوصا مستقلة. وأما في التفسير المدمج فيأتي سياق المعنى تاما واضحا. وأنا أنصح من أراد أن يتلقى التفسير أن يبحث عن عالم يقرأ عليه التفسير ويبينه على وجه الاختصار، إما ابتداء وإما أن يستعين بكتاب يقرأه عليه. السلفية تبقى والسلفيون يبقون إن شاء الله طائفة منصورة على الحق لا يضرهم من خالفهم.